أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي المشاهدين في هذه الجولة الميدانية. اليوم احنا نتواجد في محافظة المثنى، تحديدا قضاء الوركاء، حتى نسلط الضوء على المشاريع اللي يقوم بها سلاح الهندسة العسكرية التابع لهيئة الحشد الشعبي، سيما اللي تتعلق بالأمور الزراعية والإروائية في هذه المحافظة. مشاهدينا الكرام، خليكم ويانا في هذه الجولة الميدانية لهذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، حياكم الله. شو اسم هاي المنطقة؟ هاي المنطقة البركات ام عجينة، تابعة لقضاء الوركاء. في محافظة المثنى. في محافظة المثنى. من شنو تعاني هاي المنطقة بالذات، يعني من الناحية الزراعية الإروائية؟ هاي المنطقة تعاني من عدة حالات، من المنطقة الزراعية، الإروائية، الماي بكل سنة مثل هيك وقت ماكو ماي. السنة إن شاء الله الماي متوفر، يعني على هذا الشغل اللي نشوفه والتنظيف حتى للسنة القادمة يبقى. والماي تعرف أنت حياة الناس كلها بالماي. بالنسبة للزرع، بالنسبة للشرب، بالنسبة لأجلكم الله الحيوانات، هاي كل سنة هاي المناطق ما تحصل. بس نشكر الجهد الهندسي والحشد الشعبي متمثل بالقادة، نشكر الحاج أبو مهدي المهندس والحاج أبو حسن العامري والحاج أبو علي الكوفي وكل قيادات الحشد والأسماء اللي ما تحضرنا، لأنه قاعد يقدمون قدموا بساحات القتال وحموا المقدسات والأرض والعرض، وقاعد هسه يقدمون العمل ووصول الماء للناس، الحياة. يعني احنا نشوف الجهد الهندسي أنقذ ناس من قضية السيول، وبنفس الوقت وفر ماء للناس وللمواطنين وللزرع وللحيوانات ولكل شيء. إذا مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم بجولتنا هذا اليوم، يعني رغم حرارة الجو إلا أن أبطال الهندسة العسكرية للحشد الشعبي مستمرين بالعمل من أجل تقديم الخدمات. خلينا نلتقي بأحد الأبطال من سلاح الهندسة العسكرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية نتعرف باسمك. المهندس عمار ياسر كاظم. مهندس، يعني رغم الأجواء الرمضانية والصيام نشوفكم عازمين على تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في هذه المناطق. الحمد لله، هو الأهم هو خدمة هاي الناس. الحمد لله، بالبداية باشرت مديرة الهندسة العسكرية التابعة للهيئة العامة للحشد الشعبي وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية بكري وتطهير الأنهر في محافظة المثنى والمحافظات الأخرى وتقديم هذه الخدمة. الحمد لله صار لنا أيام بالأجواء الرمضانية والحمد لله مستمرين بالعمل بأكثر من موقع. حاليا احنا على نهر الرميثة فرع باء في قضاء الوركاء، والعمل مستمر والآليات موجودة في باقي الأغذية. طبيعة العمل؟ طبيعة العمل التطهير والكري وتنظيف هذه الأنهر لوصول المياه والاستفادة من هذه من المخزون، وكذلك للحث على الزراعة والنهوض بالواقع الزراعي بالبلد إن شاء الله. المسافة حاليا احنا بنهر مبزل الرميثة البالغ طوله 11 كيلو متر في قضاء الوركاء، المنجز من عنده حاليا تقريبا 90%. والله كرشين بلان وعقور وبردي، وهذا البزل الرئيسي وهذا هذا اللي غذي الشبكه مال البزول كل هذا، نهايته منك بالوركه ونهايته منك بالمضخه مال مالح مال الكهرباء. ما مطهر من سنه 70 لحد الان، وعفره من 70 لحد الان ما قاعد عبر. بفائده هاي الواد بتزرع حنطه وشعير عليه وحلالها وكل شغله عليه. هو الاموال حق داعم، ما حد يفزعنا. الله وكيلك، لو ما تفزعون انتم ما وعدينا. لا، شغلكم 100%. شغل مال ضمير ومال واحد يشتغل لله، مو مال واحد كلاوات. شغل الكلاوات نعرفه وشغل الله نعرفه. شغلكم 100%، يعني شغلكم بالقتال صحيح وبالجهد الهندسي صحيح. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام لإكمال جولتنا الميدانية لهذا اليوم. خلينا نلتقي بأكبر عدد أو أكثر عدد من أبطال سلاح الهندسة العسكرية في هذا المكان، ويانا مجاهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف باسمك بالبداية؟ المجاهد حسن هادي حسين الصفراني. والنعم. نعم. شنو طبيعة شغلكم هنا؟ احنا لاحظنا يعني رغم الأجواء الصيام وحرارة الجو نشوفكم دتعملون كل طاقتكم يعني من أجل تقديم الخدمات للمواطنين. شنو طبيعة عملكم بهذا المكان وشنو اسم المنطقة حتى المشاهد الكريم يكون على اطلاع احنا وين وشنو
عمل الهندسه العسكريه للحشد الشعبي. ماشي. احنا هسه منطقه البيضاء باتجاه ناحيه الكرامه نشتغل، هاي المناطق يعني السنه اللي فاتت هاي كانت معدومه، يعني حتى الزراعه ماكو، مي ماكو، ما متوفر لها، فالسلاح الهندسي الجهد الهندسي دائما كما هي سباقه دائما بساحات الجهاد، واللي شو اسمه بعد ما انتهت العمليات ان شاء الله توجهت الى خدمه المواطنين، يعني توفير المياه للمزارعين، للحيوانات، للناس، للشرب، للتغسيل. اذا مشاهدينا الكرام، يعني الصوره كانت واضحه امامكم، سيما ان سلاح الهندسه العسكريه في هيئه الحشد الشعبي وهو يقوم بهذه الاعمال البطوليه التي تخدم المواطن العراقي، سيما يعني المواطن البسيط، يعني هذا العمل هو ربما قد يكون عمل مهم جدا في هذه المناطق الزراعيه الشاسعه لانعاش الواقع الزراعي والاروائي في هذه المناطق، ضمن خطه يعني قامت بها مديريه الهندسه العسكريه، هي خطه انعاش الواقع الزراعي والاروائي لهذا الموسم. إذن مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، انتظرونا جولات ميدانية أخرى، إلى اللقاء.